محمد الحسيني قلبي. ماشي اهو، ماله ده؟ مفيش، اوكي تعبان شوية من الآخر ماشي، كده. انا هعمل، اس انا هعمل قلبي يا اس، أي واحد أقرع خافي منه. ده. كل اللي قرها اغنية. إلا ده تعبان. قلبي يا دنا. ليه؟ طيب بحس ان كل الناس الاغنياء كده جنتلمان كده، لا اقرع لا لا، ومحبوب في ناس بيبقوا قرعوا من الهم، من يبقى الهم. الدنيا ضغطتهم، شعرهم وقع من كتر الهم، ملحقش يبيض اصلا. الله يعينهم دول. في قرع تانيين كده تخلي بالك منهم، عشان خاطر بيبقى قرعته دي بتوصف لحاجة تانية. حاجة ويرد يعني، مش هسأل عنها، لا مش مش مهم، مش مش هرجع. مهم يعني. تمام خلاص. شبه منصور. مين منصور؟ انت عامله ايه النهارده؟ فطرتي ايه؟ فطرت ايه؟ سوب، تشيكن مشروم سوب. ايه؟ في ايه؟ قلت ايه؟ استنى استنى، هكلمك بعد اللايف يا عمر. انا قلت هشوف ايه؟ الاول. شيفو، الحسيني، ميشو، مينا، دانا، يا ميرو. اس، ماشي خلاص خلاص عمر. خلاص ماشي. ايه يا ده، انت صورتك متغيرة وربنا ما عرفتك. هني، ام ار، ابو مازن، بيج لاف، كتيبة. يلا اكتبي 011. عندي رقمك يا ابني بقى. لا والله، انت اصبري كده اما اشوف رقمك. مداهم. هشوفه بس ثواني. هو رقمك زين. 011 27. مداهم مداهم، ما تهزرش. هأكد ان انتي ولا لا. مداهم ما تهزرش. اخره 73 او بس اسكت. وفي النص فيه. مداهم. لا لا ما تهزرش، ما تهزرش كده. لا لا لا، مش هقول، مش هقول. هبقى ابعتهولكوا على الجروب بقى. لا ما تخافيش، سرك في بير، سرك في بير. انت راجل جدع، طلعش انا منك راجل الحركات دي. بس جدع دي اشك فيها. انت راجل كده، ما يطلعش منك الحركات دي. الشيطان وحش. بس انت عارفة اخر مرة لا كان في بنت ما رضتش ادوم رقمها، ثواني، شاي التكييف قفل. تكييف قفل. انت محتاجة تكييف في ايه دلوقتي؟ جو تلج، بس هما الجامدين درجة حرارتهم بتعلى بسرعة. ما شاء الله، دي جلابية دي. لا بس جميلة شكلها. الحكم الأول تخش تغيريها وتقطعي لنا دي عشان شكلها حلو. بس يا حبيبي قول أحكام في المعقول ما تقوليليش يا حبيبي، يعني، قول حاجات تتعمل بجد، قوليلي متضغطش يا بيبي. عليا. لا لا، ما ينفعش اضغطك، انت زي مراتي. الحكم الأول تكتبي في البايو عندك مداهم 3 7، حب عمري. الحكم الثاني، انا هخش اكتبه دلوقتي. خلاص خلاص هي هتموت وتشقطني بس كداب والله، اسهل حاجة اعملها هحاول يعني. اتماسك. ايوه انا ما انا ما وصلتها، انا زي وصلتها 21 ألف كمان. ايوه، اكتب ايه؟ ده شويه وهتقفل المليون. وانا اللي ما امال ايه يالا، امال ايه. زيد في الماء، زيد. اكتب ايه؟ مداهم 3 7، حب عمري، لمدة قد ايه؟ 6 سنين. ايه يا مدام؟ انت اصلا ده مش نفسك عقد عمل، هعمل لك قلب، قلب بيربل، تمام. وهحطك هحطك ايوه، قلب هنا وقلب بيربل هنا، وهحطك. وكابلز بقى في النص، ناقص الكابلز. ايوه استنى خلاص، مدام حب عمري، حاضر. 3 7 8 صح؟ 3 7. 1 2 3. ما اكتب مداهم بس. ثلاث لا سبعات حب عمري ده الحب. ما صدقت.
مع ان تمام. عليها عزومة بس ما نفذتش. اهو قلب بنفسجي اه بيربل، احط لك احمر. احط الاحمر حلو يعني. حاجة تاني؟ انت ابوك حاجة جاي؟ تاني؟ بابا أصلا بره اه والله. بيعمل ايه لحد دلوقتي بره؟ بيتفرج على مسلسل. مسلسل ايه يا شيخ؟ على فكرة شكله متجوز تاني، بس مش الرجالة بتتجوز اتنين ما بيخافوا يقولوا. أصلا هو متجوز تاني. بجد والله. عندك حد يعرف لي؟ يبقى مشكورة جدا. هاتي هات، قولي رقمه كده. هكتبه لك على الواتساب. الواتساب مش عندي هنا على نفس، لو عايز تكلمني بعد كده واحنا على اللايف هديك السناب بتاعي، عشان سناب. الواتساب هنا على نفس التليفون. اصبر اجيب لك شرشوحة التيك توك. ايوه ايوه حبيب قلبي، كل سنة وانت طيب يا روحي. انت طيب يا مداهم، اهلا وسهلا عامل ايه؟ وحشني يا راجل، فينك من بدري؟ يا مداهم. ايه عمر ابني بيقول لي بحبه جامد قوي. عمر، اه انت عيلة تعالى ابوك بيحبوني الا انت، مرة اتبعه، ناقصة. بيقول لك انا بحبه جامد قوي، انا بقعد اتفرج عليه. هتسلم عليه. يا سلمى الحربي قلبي حبيبي تعالى الحربي. مداهم، تعالى سلم عليه. هي السيطرة تحت الأمور ولا إيه؟ ايه سيطرة تحت الأمور؟ يعني؟ تمام. قلب كلم يا الحربي مداهم. يا عمر، يا مداهم عامل ايه يا اسطى؟ الحمد لله كله تمام؟ الحمد لله. أنا بحبك بتحبني؟ أوي، أنا بحبك أوي. اخويا لو انت بتثبت لي ان انت بتحبني أه ارزع امك قفا حكومه. لا 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 محترم محترم يا دي عمر، محترم. انا كنت بختبرك بس كده محبتي زادت ليك. ما يقدرش. هو خايف منك، غير كده كان كلك، لا بس ان والله شكلك ما لا لا، مجرم. بيقول لك لا والله لا، جدع يا عمر ما جدع، يقدرش انا يعمل كده. هخلي سلمى اللي يا تضرب. سعيد قلبك يا ايه، راح عندها سلمى اقول له ده. لا لا، هي السيطرة تحت الأمور. طب بيقول لك انت لو يعني عمر، بيقول يا لك لو عمر ضربت امي بالقفا ربنا هيغضب عليا. يا قلبك عامر بالإيمان يا أختاه يا ادمن يا كنترول، مش هيعرف أختاه. مش هيعرف مش هيعرف مش هيعرف. يا محمد لا لا عامل لا، إيه؟ يا ام عمر الحمد لله يا مدام، ازيك يا حبيبتي، شلونك؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا قمر، وانت يا عامله ايه؟ نانسي نانسي، تمام يا حبيبتي يا نانسي، على تمام. فكرة الروج اللي انت حاطاه ده مش حلو، بص الدرجة اللي محمد حاططها جميل أقسم بالله. ده نوعه ايه يا محمد؟ نوعه ايه ده يا محمد؟ حبيبتي مسوي ديرما بن حق الشفايف وحاط مرطب بس. اوكي المهم يا اوكي مداهم، تشرفت فيك نانسي ام عمر، انا لا لازم لا، اطلع رايح الصراحه، فين رايح فين؟ والله يا مداهم بخاطر انتظرني بروح، لا لان من زمان خليك مع بس نلعب سلمتك. جولتين. لا اصبر يا محمد، يعني لسه شايفك محمد يا انا راجل محتاج وتقول لي اخد منك شوية يعني هو ابو نصايح. خاطر احسن مني؟ هلا يا عمري، ابو خاطر احسن مني، عيب عليك تقدير الرجاله والله فين؟ انكم فيكم الخير والبركة والنعم فيكم كلكم، بس والله يا مدام لازم اني يعني انزل. طب انا ضفت، عرفت؟ انا ضفت، اوكي تشرف، اتشرف لما فيك. ابعت لك اقبلني، لو ما بعتليش هزعل. حب كبير لكم، الله يحفظكم. حبيبي مع السلامة. حبيبي حبيبي مع السلامة. حبيبي يا غالي. هو مش عايز ايه؟ مداهم مداهم، هجيب لك ابو خاطر يا مداهم. هات ابو خاطر. مداهم ايه ده؟ ابو خاطر احلى مش موجود. ده ايه احلى في مني. حاجه؟ ما مين لو مين شفت فهودي، مين فهودي؟ فهودي علي الطلاق من اجمد الجامدين هنا. بجد؟ لا فهودي ليفلات بقى، اصل اوكي خلي بالك الحاجات دي بتبقى ليفلات. فهودي ده بقى طلع على ليفل الوحش، حلو يعني. وسيم ولا حلوة؟ اجمد منك فهودي. اقسم لا بالله. طب اوريك علي، اجيب لك علي. ده قمر التيك توك، علي ده قمر التيك ايه يا توك. جماعة، مين دول؟ لا دول ما شاء الله جروب كده مع بعض بيشجعوا الاتحاد السوفيتي. بجد والله كلهم احلى مني. اقسم بالله علي ما شاء الله، انا شايفه امور عنك حقيقي
هاتي علي عشان مش عندي على الاكونت ده، كان عندي على الاكونت والله العظيم. علي ده فوق الخيال، ما تتخيلوه. اشوفه النبي فين؟ لا لا، حتة امرايا. يا بتجيبها ليه يا ام عمر؟ بتجيبها خلي والله طلبتني والله. اقسم بالله هي عايزه تتشاف. لا لا لا، ما تغلطش فيها، ما اقدر اسمح لك. انا ما غلطتش فيها، بس والله لا. العظيم هي ما لاقيه حاجه تعملها. والله اطيب قلب على البرنامج كله. انا عارفها، انا عارفها بالله. اطيب واحده هي، اكيد بعتت لك دعم، دعمك بشويه اكيد. والله العظيم ابدا والله، بس هي طيبه. لا يا ابو دهم، لا يا فضل انا يا مدام يا اخي. عمال اتخانق الولادي، عمال تجيب لي ناس اتخانق معاه. لا ام عمر تو بعثت لي بعدين فصلت. اخويا وحبيبي وصاحبي حبيب قلبي ام عمر. لب عينك. هلا ازيك يا سام؟ انت عارف هي بعتت لك ورفضت ليه؟ والله العظيم ولا ليه بيدعمها. نعم، مفيش ولا ليه بيدعمها. المفروض الليبيين يخشوا يمسوا على ام عمر عشان احسن الناس الليبيين، قسما بالله العظيم على راسي من فوق. هو انا عايز الليبي كله يكرم عشان خاطر سعد الليبي، عشان يكرموا لاجلهم، لان هم كلهم كل واحد يتشاور. لا لا لا، لا اسمع 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 مدام، ما تحاولش انك تخرب بيني وبين ام عمر. ام عمر خلاص، مهما يصير بينه وبين ام عمر مستحيل حد يخش بيننا. والله العظيم قسما بالله، والاحترام والادب لسعد يا حبيبي، اقسم بالله. يا سعد انت مش فاهم، ام عمر والله من دون اي شيء. يا نهار ابيض والله. على فكره انا متخانقه مع سعد قبل كده، بس انا بحترمه. انت قولي لي ما اتخانقتيش مع مين قبل كده؟ يعني انت قولي لي ما اتخانقتيش مع مين قبل كده؟ بس يا مدام على فكره ام عمر زي العسل يعني، بجد هم اللي بيجوا عليها حبيبتي. ايوه ايوه. سهلا رميس يا مدام. لا ام عمر عسليه معروفه يا سعد. هي كل الفكره ان انا عايز اوصلها لك، إن الفكرة كلها يا شمام انت يا مقشف يا مقامل انت، ان انا بيتوجه يا رب فيه يعني. انت يا شمام يا شمام. يعني انا مش يعني انا بزبط لك الدنيا عشان خاطر بزبط لي وبتنيل لي ايه؟ زي الرجل الدنيا يا مدام. انا كنت مرتاحة من وشك بصراحة. والله انت غبيه ما فاهمه حاجه، ده انا بعمل عشان مصلحتي. ام عمر ام عمر بنقول لك على حاجه، ما قلتلك مع اللبناني ام عمر بعملوا لك دلوقتي. ايوه يا ام عمر هنقول لك حاجه والله ما قلتهاش من قبل. المداهم بعد خشيت معاه، تتذكر المشكله اللي صارت بيني وبينك؟ المداهم قال لي سعد انت في شيء بينك وبين ام عمر؟ قلت له اه. قال لي راه يا سعد راه عندي انا، راه اقسم بالله طيبه، اقسم بالله. وقال فيك كلام طيب. بنت مصر حبيبت اخت انا طبعا. والله العظيم قال فيك كلام. والله ما عشان مصري انا بحبك بامانه. مالك في اللايف يا شباب؟ مدام تعمل ايه؟ ورد ورد واحد يخطف ويقعد عنده اسبوع. ورد عندي وعند ابو عمر. ورد 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 ما عرفتوناش على الاخت. ورد ورد نانسي زي مراتي. ايه انا الو. بص في البايو بتاعها كده، بص في البايو. شفت انا اصلا شفت البايو من قبل ما اشوفها. ده حكم ده حكم ده انت بتخش تركز على اهدافك على طول، انا عارف سيستمك كويس. اقسم بالله خشيت البايو قبل، اقسم بالله من قبل ما اشوفها قلت لك بايو. اوكي 100% قلت خلاص تبع اخويا، تبع اخويا. نرفع ايدي اخويا 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 حبيبي خلاص اخويا. ارفع ايدي خلاص. عمر قلبي يا عمر. ابراهيم نبي حلوة القبة بالله عليك. انتوا بتسكبوني بقول حكم. قلب يا فاروق. انتوا حبيبتي يا عبد الحسيني. شباب سعد عنده مستوى. اشلخوهم شل. ارحب يا اخواتي مع بعض مع بعض. ارحب يا كون عمر ارحب. تكبيس من النار. تكبيس من النار. انت معلق يا مدام. ارحب يا مجعفي ارحبي. ارحب يا كون عمر. عن نظارة كتيبة. ثلاثة في خمسة عن نظارة سريع. وانا التكبيسني وصل 2 مليون تكبيس. ارفع. انا دي تاني جولة. دي تاني جولة والتكبيس 900,000. انتوا ما كبستوش. انتوا واخدين اجازة النهاردة. على الطلاق انتوا كده واخدين اجازة. مدهم انت معلق عندي ليه؟ معلق عندك ازاي انت كمان تحولة؟ والله اهو. بص. نشد تكبيس يا كتيبة، نشد تكبيس يا كتيبة، نشد تكبيس. بص كده ايه ده؟
عادي بعد الجولة هتظبط، بعد الجولة هتظبط. عندي قفاز؟ لا، ما حدش ينزل قفازات، القفازات دي ليها جولاتها. انتوا شدوا تكبيس قسما بالله تخربوا الواقع. تكبسوا يا ولاد، تكبسوا تكبيس من نار وما تشيلوش هم حاجه. والله ان شاء الله يا ربي ما نقصروا معاك. انت عامل لي ميوت يا مدعم عشان كنت بقول لهم حاجه وانت مجحفلة. عشان تسمع نانسي والله كويس. والله ارعب يا كون عمر، ارعب ارعب يا كون عمر. عايز اكلم ابراهيم نبي حلوه القبزه. يلا كبسوا مع بعض، روحوا مع بعض يا اخواتي، من عندي ومن عند الساعه. تكبس يا دوسه با 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 يا المجاهبله. تكبس على النضاره الحسيني، تكبس على النضاره، ثلاثة في خمسة على النضارة. ارحبي يا بعد رأسي، انت يا اللي حاطة صورة جمل، انت ارحبي يا نفر 42. شدوا يا كتيبة دادا يا بابا يا اخواتي، جعفلونا بسكر عالي. تكبيس السحور يا معمر لسه عالي عالي عالي، ارحبي يا عالي. التكبيس ما يقفش، تكبيس ما يقفش، تكبيس يا ولاد. احمد يا احمد يا شباب، ارعب يا كن عمر، ارعب شباب. لا 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 لا، بام بام بام. اجندي هي عطى عطى الاكسس، عطى الاكسس لبعينك. حيك حيك يا مجحفلة، حيك هكون عمر دوسة مكبسين مصمم مدريدي. احمد ضيف الداعمين، ام ار جولف ميدو عمر حربي بيج لاف بكتير. شكرا ضيف الداعمين يا شباب، ضيف الله العظيم. جحفله يا اخي، والله يلعبوا زي الناس بقى. اسمع والله العظيم ما بصح يلعبوا، يلعبوا زي الناس اصلا. انا اصلا اسمه مجحفل. ايوه ايوه، لسه حد عندي بيقول لي اسمه مجحفل اصلا. مجحفل اسمها بنت هذه كمان. الجولة الثانية ما نخسرش شباب، يلا ابعت ابعت. يا رب تظهر عندي يا مديهم، ما ظهرتش. تكبيس تكبيس بالله، من كم من كم الزمان. التكبيس يا كتيبة، الجولات كيف هذه؟ التكبيس يا كتيبة، ما كمش مريفين على الجولات كيف هذه؟ بتاعت 50,000 60,000 40,000 100,000 20,000. تكبيس من نار والله العظيم، والله تيس كرات مليون مليون مليون، 3 مليون 200 700 ب 3 مليون. تي وين ماشيين يا اخي؟ تي حتى خلونا نحكوا بالواقع، حتى الداعم يكره البرنامج. يدير اسم خلاص، معناه ما نخشش البرنامج الا ب 5 6 مليون، حرام الزف. يعني عندي انا الداعم كل ما يكون يخش ب 200,000 250. تكبيس يا كتيبة، التكبيس يا كتيبة، التكبيس ما يقفش، التكبيس ما يقفش يا قمر يا بيبي. ايه يا قلبي؟ لا بكلم حد عندي تحت. وانا مداهم، انا مش شايفاك يا مداهم. احنا في رمضان يا مداهم، الله يخليك. ايه يا ام عمر، واحنا لسه الفطار ما جاش وانا عملت حاجه؟ ايه مالك يا مدام، في فوق يابا من اللي انت فيه يابا. بقول لها هي بتقول لي يا بيبي، وانا عملت حاجه؟ فوق يا عم حاج، فوق يابا، خليك في اكل عيشك. ما هو ده اكل عيش. شدوا تكبيس. يلا كتيبه، يلا كتيبه. مدام ايه؟ مدام سعد بيكلمك. مين يا سعد؟ تعرفتوا على بعضكم في البرنامج ولا برا البرنامج؟ انا وعين. ورد ورد. الا السلامه يا عين. ورد 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 ورد. انا وبعض يا اخواتي. انت ونانسي. انا ونانسي نعرف بعض ما يقارب 6 سنين. اوه ما شاء الله. ورد ورد ورد. نانسي ان شاء الله ربي يكتب لك اللي في الخير. ورد 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 ورد. عندي عند ام عمر بسرعه 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 بسرعه. عطوا ام عمر. لا 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 لا، ليش؟ والله حرام. عشان تركز في الورد اللي فوق يا سعد.
كتيبة عالدبل ركبت في الورد اللي فوق خليك في الورد ده يا ام عمر نفس يدي مدام مع مدام مش حظوق وردة يا سعد انا عايز اقولك اعرفه بقى اكتبه في الدبل وانا بقى اكتبه في الاسبوع اصلا اه يا مينة احمد يا احمد يا سعدينكم عزو في البث كلم ابراهيم بالله يقول لك قالك ساعات حد بتقول احمد مينة تكبيس ما يوقفش تكبيس ما يوقفش خمسة على النظارة خمس تكبيسات على النظارة مع بعض يا اخوات نفسي اشوف النظارة اللي بيقول عليها دي مش فين ولا بنت اهو انا يا مو عمر معلق عندي معلق عندي هو جاي كده جار عندي يو كانت تميس كومي يلا يا شمام يا معشف من هنا استغفر الله العظيم يا رب وانا متوضية يلا بنات شباب نور نانسي نور مداهم حبيبي يا سعد قلبي حبيبي مع السلامة مع السلامة مداهم انا مش شايفاك ثواني انزل واطلع تاني هتموت وتشوفني هتموت وتشوفني هتموت وتشوفني شفتوا البنات بتموتوا فيها ازاي مش ذنب اني اموف ايوه كده شفتوا وروح هتردد روح هتردد لها والله بجد كنت دايما انا شايفاك شايف رياكشناتك رياكشناتك بتضحكني اكتر من اللي بتقوله ضحكك بس ايوه بجد لا والله ايوه انتوا عارفين كان اسمها ايه اللي اتجوزت احمد ابو هشيم واتطلقت منه ده ياسمين صبري ياسمين صبري كان بيضحكها برضه اه كان بتقول انا اتجوزته عشان كان بيضحكني حبيبتي يا اس ما انت بتضحكني يعني هو شكرا شكرا لكن خجول شكلك خجول قوي جدا جدا قولي لي يا بيبي بس المهم استنى نشوف بقينا كام فولو 22,800 23 بقى ايوه ايوه آه. يو 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 بجد يلا انزل يا بت انزل يا بت ما اجيب موزه غيرك قلبي قلبي عامله ايه الحمد لله وحشتك بص التليفون التاني عرفت اللي فيه ايوه ايوه نزل رجلك يا بنت اه وايه كمان رمي لها 5000 جنيه على كبود العربيه ولا اللي في بطنك ده مش ابني وجنسيتها ايه ان شاء الله للاسف مصريه والله منين لكون جنبك نانسي 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 كل اللي اسمهم نانسي دول مجرمين واللي اسمهم نورة تعبانين آه لا حلوين حلوين ايه نانسي بتبعت لك لحالي حتى تاخدوا ارقام بعض يا ايه احنا معايا من بدري اه انا امي داعي عليا امي داعي عليا اجيبها اعرفك عليها هات نلمس في شتين بقى عشان يكهربوك الاثنين يا نانسي يا عزيز منور يا عزيز يا تقعد يا تطلع بتصغرني ما اقدرش ازيك يا موزة ازيك يا نورة يا قمر عاملة ايه يا حبيبة قلبي الحمد لله يا حبيبي انتي عاملة ايه الحمد لله بخير انتي كويسة يا رشدي رشدي يا بنتي خجول خجول بجد من ساعة ما طلع معايا بينطقش ولا كلمة انت خجول؟ جدا 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 انا بجد مش كده في حياتي بجد راجل خجول جدا ما انا عارف
طلع معايا اول ما شافني لوحدي راح نزل قال لي لازم اطلع حد معايا، مش هينفع اطلع حبيبي يا لورد. لازم اجيب محرم معايا. قال لي ما ينفعش اطلع معاكي لوحدي. طب وليه؟ الشيطان تلسمه كده؟ ايه؟ شكله انسان كده يعني بجد لا لا، مدام محترم وراجل قوي وجدع وصاحب وشبه رشدي اباظه. شنب رشدي اباظه. وشابه واحسن منه كمان الله يرحمه. ايوه وسامي يا جمال وسعاد حسني بيقطعوا بعض عليه. ايوه ايوه كان بيحكي لي ان في واحده رمت نفسها على العربيه بتاعته عشان يتجوزها وهو مرضيش رفضت. الواحده دي قلت لها اسمها ايه؟ تتجوزني يا تتجوزني يا احبسك. راح اتحبس. يعني عشان اتجوز واحده ضيع مستقبل نص بنات الشرق الاوسط؟ حرام برضو، كان بني ادم. الله، انت لسه كاتبه في البايو مداهم حب عمري؟ ده حكمي يا بنت. يا بنت عملت طلاق. ما استني تسمع الحكم الثاني ايه. اول ما قلت لها كده راحت كاتبه على طول لورد. حبيبي يا لورد. انا حاسه ان في حد راح ارشد عليا. يرشدوا ايه؟ ارشدوا ايه؟ انا رحت الاكونت بتاعها. والله يا جماعه يعني مش عارفه اقول ايه. انا مش عارفه اقول لك ايه والله العظيم. حبيبي يا مداهم حبيبي. انت بتشمري اللي انت هتاكلي؟ الحقيني يا ام عمر، البنات هيقطعوا بعض عليا. والله مش ذنبي اني امور، عمال اقول لهم ام عمر. ام عمر تصدقي عليا الكلام ده؟ انا ممكن يطلع مني كده؟ قلبي يا يا ام عمر قولي كلمه حق. انت ملك. ما ثواني بس، انت كده عشان انت ملك داخله دعوه دينيه من اول رمضان ليه؟ وانت عندك الدين في رمضان بس؟ لا يعني هو شهر في السنه. ماشي، طب ما تقومي تصلي انت. صليت. طب ما تقومي تصلي تاني. افتحي فاتحه لايف ليه؟ قومي صلي. صليت. صليت في ايه؟ وايه الاذن دلوقتي؟ قيام الليل. خلاص بقى، روحي صلي، روحي صلي اي حاجه لله، مش لازم تصلي قيام الليل والفروض بس. صليت. الصلاه بتنفع في اي وقت. صليت. هتخش بقى تقعدي تعملي لنا فيها دعوه دينيه وانتوا ما بتصلوش؟ بكره تشوف كلامي. احنا عارفين الكلام ده من قبل ما نشوف اشكالك. مش هرد عليك عشان لسه مصلي، مش هضيع الركعتين. صليتي ايه يا ام عمر؟ لسه لعبه معانا 6 جولات يا ام عمر. صليتي ايه؟ صليت 3 ركعات. ايه؟ 3 ركعات. طب هي مش كانت لسه فاتحه لايف معانا دلوقتي وبتلعب جولات وبتقول كده؟ انا قفلت معاكم. احنا قفلنا معاها على طول. بعد ما قفلت معاكي رحت صليتي 3 ركعات وجيتي؟ والله العظيم ده انت ما لحقتيش تسبحي حد. ملهوفه على الفلوس، ملهوفه على الفلوس. صلت على النبي. ربنا يتقبل مني. يا رب يا رب. بس ايه؟ وعهد مين ده؟ وعهد الله. وعهد الله استنى عليا. انت كنت بتصلي في اللايف مع عمر؟ شفتي ام عمر انا قاعده عامله ازاي؟ ما شاء الله حلوه الجلابيه اللي انت لابساها دي يا نوره. عجبتك؟ تحس انها بتاع بغبغانات. اه ده عليها بغبغان. والله العظيم ما شفته. اهو بيطير. تحب الطيارة؟ خليه في القفص، خليه في. ده في ايه يا ماما؟ عنيفة حبتين. ماما مش قادرة خلاص. متونس؟ ايه؟ متونس؟ أوي. ثواني أجيب بفتكوا بقى. من ماما. نجيب حد. هاي هاي. أماني عاملة إيه؟ ازيك؟ عاملة ايه؟ ازيك يا نورة؟ الحمد لله. ازيك يا مداهم؟ الحمد لله. انت اخبارك ايه؟ انا كله حلو. انت عامل ايه؟ الحمد لله تمام والله. ايمن قلبي.
ايه ايه يا نور عاملة ايه؟ الحمد لله. انتوا شبه بعض؟ ما انا اللي بتجوزهم كلهم شبه بعض. يا سلام. انا شبه القمر دي حبيبتي يا هند والله. انتوا الاثنين حلوين. كل قمر يا امين. هتلعبوا جو؟ ربنا يعينك. اختار بقى اخد انهي واحده من مراتاتي. انا. لا انت كمان عايز تتجوزيني؟ لا مش هتجوزك، هلعب معاك. ما هو بيقول اخد انهي واحده من مراتاتي. لا لا لا. طب اعمل ايه؟ تصور فين تاني؟ وبعدين مداهم مرتبط بقاله 14 سنه. انت جت سايحه لي 15 يا اماني. ريم 15؟ مرتبط بقالي 15 سنه. كداب. بس رقم حلو على فكره. رقم قياسي. ايوه كبير ما شاء الله بصراحه. اخليك على حاجه، انا هلعب معاك لسبب. انا بتضايق من الخساره وانت كده كده كسبنا كلنا. ماشي يا نور. فانت مع كل واحده فينا تلعب مره. يا جدعان ما تحرجونيش بقى. خلاص يا نور استهدي بالله. هو هيلعب معاك، هيلعب معاك. يلعب مع كل حد فينا مره. ايه ده في ايه؟ عرفت اني مش بايدي. يا اماني ومليك عليا حلفان. قول لي. ماشي بالعربيه على جوزيف تيتو. اوكي. سبع عربيات. ثواني بس. على فكرة لو رنيت تاني هوزع رقمك في اللايف وأقول لهم اسم أمك. لو رنيت عليا تاني وأنا فاتح لايف هوزع رقمك وأقول اسم أمك. هعرف اسم أمك. قول لو راجل قول اسم أمك إيه؟ روح يا نور. ما أنا واخدة بالي. لو راجل قول اسم أمك إيه؟ بجهز. فاتح لايف. لو راجل قول اسم أمك إيه؟ عايزه ايه نور؟ في وش السكه يخاف يقول وربنا كنت هقول. اماني اماني. مداهم. ايه؟ يلا اطلع. انزل من الجست. العب. العب؟ انت مستعجله ليه؟ ابدا الجوله. خلاص هلعب انا ونوره. ماشي. يلا اماني تعالي ابدأي. اصل القديمه هي اللي ليها الاولويه برضو. انا اول واحده متجوزها كانت اماني نوره. اماني اصلا. وانت بتقولي كده اماني يعني انت اصلا بتغلط في اسمي وانت بتقول. لا هي لسه قايله اماني، فانا لساني عشان اتكلمت بسرعه فقطت الكلمه منها. فهمتي؟ بس انا عامل زي الروبوت كده. بس اللي اعرفه يا مداهم ان القديمه ما فيش حاجه بتيجي بعدها، يعني ده القديمه تحلى برضو. ما انا عشان كده اخترت. والله يا اماني راحت عليا الطلاق. عليا الطلاق. لا خلاص خلاص عشان ما تعيطش، بس انا عارفها. خلاص ورا الابواب غير. تلعبوا يا اماني. يا اماني استهدي بالله وتعالي. ايه؟ والله استهدي بالله وتعالي بس ما تزعليش. جسمي مدغدغ. هو الفجر بيأذن الساعة كام النهارده بالظبط عشان ما اتسحرتش وقاعد لوحدي في البيت؟ ايه ده؟ وانا كمان ما اتسحرتش. تعالي نتسحر مع بعض. ونورة تيجي معانا. بموت. الأذان هيأذن الساعة 4 و13 دقيقة. يا أماني 4 وربع 13 دقيقة و13. طب واحدة و27 دقيقة دي أنت قاعد فين بقى؟ في مكة المكرمة؟ أنا مالي؟ أنا قاعد في مصر. إيه يا حبيبي؟ أنت ساكنة فين؟ في القاهرة. فين يعني في القاهرة؟ جنبي. أنت عارف إن أنا أقدر أروح بيتها ماشي؟ أنا ما قلت أصلاً أنا ساكنة فين بالظبط. مش قلت في النزهة؟ انا قلت لك وبعتلي اللوكيشن واتس. يلا يا كذاب يا كذاب.
انت منين يا نورة؟ حبيبي لا انا مش شيخ زايد، انا دنيا ثانية. مش شيخ زايد قوي عشان كده ما بشوفهاش. والبعيد عن العين بعيد عن العين. ما تشوفنيش. خلاص بقى عرفنا بقى، خلاص بقى اللايف فيه حوالي في امان. سوري. لا عاد ولا في امان. سوري حصلت حاجة كده مش لذيذة. سبرايز اصلا ابداي الجولة كده. يلا ابعتولي. طيب ايوه عامل ايه؟ سبرايز. تكبيت. انا مش بقول لك يا مدام مش هيبقى في مستوى خالص يا ابني الناحية التانية. خلي بالك يا اماني، انت لما تقدمي هنا في البرنامج هتفهمي مفيش حد عنده مستوى. تيك توك مفيش حد عنده مستوى، كله طالع ونازل. يعني انت ممكن يخش داعم عندك يرمي لك اسد، خربتيها عليا وانا عندي 12000 في اللايف. فهمتي؟ اوكي. هم يعني الكترة بتغلب الشجاعة. بس انا بص انا بصراحة بيقولوا لي عندي ان انا العب معاك، فانا قلت لهم العب معاه ازاي هو مفيش مستوى، اما اعمل مستوى. لا عادي، انا كده كده بدخل مع اي حد، يعني مش لازم يكون عنده مستوى. انا ممكن العب مع ناس لو انت لايفك فيه 200 انت بالنسبه لهم واو في التيك توك هنا، يبقى عندهم 10 او 15. طب ما انا كنت داخل مع نانسي كان عندها يجي 70 في اللايف او 40. حقيقة. فعادي يعني انا متواضع وخجول جدا. خجول مش عارفه بصراحه. ده انت خجول جدا بقى مع ايه؟ ده انت هدك كده. ما تحرجونيش بقى يا بنات، ما تحرجونيش يا بنات، ما كفايه خجل يا محمود. انت داخل معايا واللايف 70 يا مدهم، انا دلوقتي اللايف بتاعي 800. شفتي عملت من الها سعر. من القمر سعر. انا ماليش سعر لا اقدر بثمن. دي حقيقه. عادي تن الحديد ب 15000 جنيه. ايه ما مش انت. لا حول الله يا رب. انا تفتكروا هكسب الجوله دي؟ شفت انا بقول لك عندي 12000 ما فتحوش الدبل. كبسها يا ولاد. قاعدين بيهزروا. احنا عندنا دبل اصلا، ما ظهرش عندي دبل. يا جماعه عايزين نكسب، شدوا شويه. تكبيس بقى تكبيس. فين خالد؟ انا عايزه اقول لك يا نور كل شويه التكييف يقفل مش عارفه ليه. لا مش عارفه، خلي بابا يكلمه. موجود. كبسوا يا ولاد. اني كفر. لا ردي ايه؟ السحر امتى يا رشدي؟ يلا يا حسن يا ريت يا خالد لما تيجي. اي فين؟ مش ما اقدرش اكل من غيرك. كفو يا ولاد. يلا عند بشان. يلا. كفو. انت عبال ما تيجي اصلا من عندك الظهر يكون اذن مش الفجر. هتفطروا مع بعض. هتفطروا مش هتسحروا. لا مش معمول تايمر. مفيش ايده وحده بالسكوتر. يا ابن المرة. سليم قلبي يا سليم. انت لسه واخد بالك الكلام ده من بدري يا مداهم؟ قلت لها فيها زفة ما صدقتنيش. ايش خلاص هتزفني معاهم. انا عايز اقول لك الكوبري كله اصلا عباره عن سكوتر اصلا. ايه